الكل يا اخي. الثلج الثلج ما بتتكسر يا اخي. قول لي يب يب ياو. هلو حبايبي كلاب، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام يا احلى ناس. حبايبنا معنا اليوم شباب شخصيه جديده يا اسطير. حبايبنا راح نحاول اليوم حبايبنا نطور الشخصيه ليفل ماكس ونشوف شو وضعها هي شخصيه باللوس ام لا. نجرب. سو حبايبنا مثل ما انتم شايفين حبايبنا هون مبدئيا انا فتحت هذول المربعات اوكي تمام، ومثل ما انتم شايفين بنفس الوقت يا اساطير هون عندنا الشخصيه. بس قبل ما نعمل ندخل على الشخصيه شباب في شيء كثير مهم نشوفه مع بعضنا حبايبنا اللي هو شاب نفس الوقت شباب نزل متجر الحصري شباب سكين عن جد يا سلام سكين معلم بلو. سو يلا حبايبنا مثل ما انتم شايفين يا اساطير هون عندنا معلم سكينات من قبل موجوده اوكي. شايفين معنا جواز اضافي، هذا معنا كل صار عندي، كل شيء صار عندي مملوك معنا. بس هذاك الشباب رحنا مبدئيا شباب بشكل سريع خلينا ندخل ناخذ معنا اختار هذا التاكيد. لا طول وين كنت راح اروح فيها والله العظيم شباب كنت راح اختار شيء الغلط. اوكي نعمل هون نختار هذا الشخص السكين. بس هون شو اسم السكين معلم؟ حزمه المقاتل الشر معلم. معلم مقاتل الشر شعاراته ولو اوكي يلا روح معلم روح خلينا ندخل معلم نطور عليك عشان نشوف الشخصيه معلم. نعمل تالي هون معلم ونعمل تاكيد وخلينا نشوف حظنا معلم بشكل سريع. شوف هذا المتجر الحصري التمانو نلف اول لفه معلم يا بوي. ايوه روح ايوه نحس عليه بتسعة جوال ولا لا معلم؟ لا ابدا معلم ما بتصير ابدا لا ولا احلام هي معلم ابدا معلم بالاحلام انه احصل على سكين بتسعة جواهر يا زلمه. اللي بعده معلم حبيبي والله اوكي بيض يا سلام اوكي يا سلام عليه بيض اوكي تهنينا كمان معلم. يلا خلص معلم مبين معلم خلينا نجيب بدل السكين معلم لهون ونشوفه معلم ونحطه على جنب ونعمل له لا ما نعمل تزويد شباب بعد شوي رح نعمل تزويد شباب. بس ولكن شباب قبل ما نقول لكم شيء كثير مهم طبعا شباب الشخصيه شباب الان الشخصيه مثل ما انتم شايفين لما تدخلون على المتجر هون يا حبايبنا ما راح تشوفوها موجوده شباب لانه الشركه بعثت لي اياها هيك بشكل قبل اوكي عشان نشوفها شباب هيك باللوز معلم اوكي. المهم شباب اللي تنزل تبع اول ما تنزل شباب راح تنزل ان شاء الله الايام الجايه اوكي حبايبي. سو خلينا نسبق لحدث شباب وندخل نطور هالشخصيه شباب ونشوف معلم مثل ما انتم شايفين هي الحزمه تبعتها شباب الكامله تمام اوكي. لما ندخل على الشخصيه شباب هون عندنا معلم الخاصيه تبعت الشخصيه نشوف اكيد شيء اكيد يعني طبعا مش مثل ما مكتوب معلم. ركز معي كيف هون بمجرد وضعه يستعيد جدار رجله 20% من المتانه الحاليه كل واحد ثانيه زائد معلم هون معلم مكتوب عندنا زائد زياده 20% من ضرر عند استخدام السلاح الاير على جدار رجله. سو حبايبنا اكيد فهمتوا الوضع معلم تمام اكيد فهمتوها شباب شخصيه مش كثير صعبه مش كثير يعني بلوز اوكي. شخصيه هي شباب بتزيد لك 20% طبعا هي ليفل 1 شباب بتزيد 20% شباب من المتانة جدار الكلور تبعك لما تحطه تمام يعني من جدار الثلج. وبنفس الوقت شباب لما يكون معك سلاح اي ار بتضرب على الثلج معلم بتكسره ايزي فريزي ليفل 1 معلم 20% يعني لما تضرب بسلاح اسلحه الاي ار فقط تمام. لما هم معلم هون على ليفل 1 20% تمام 21% 22 25 23 يلا شباب خلينا نطور شباب ونشوف ليتس جو نرفع المستوى معلم ارفع المستوى يا جميل يا بوي. طبعا شايفين معلم عم بيزيد كل شيء يا سلام عليه حبيبي والله. وهي صارت ليفل ماكس معلم بلوس. طبعا شباب هاي الشخصيه شباب راح تفيدنا كثير كثير حبايبنا. انا بقول لكم شو راح تفيد شباب بالبطولات مثلا بالرومات السرفاي او باي شيء او رايك شباب مثلا تكسر جدار الجلو معلم حابب ندخل نجربها شباب ليتس جو. طبعا شباب في شيء كثير مهم شباب ما حكيت لكم اياه اللي هي هي الشخصيه شباب مش شخصيه نشط يعني شخصيه ثانويه يعني حبايبنا بنقدر نضيف عليها الوك وكل اشياء يعني بلوس. وبنفس الوقت حبايبي رح ندخل شايفين بالعماي نجرب السكين شاب وبنفس الوقت بنجرب الشخصيه مثل ما انتم شايفين شباب عندنا هون الشعارات تبعيته صراحه معلم يا اخي والله يعني ما هي الصراحه ما فهمتها معلم هي شوي معلم هي شو عم تعمل هون تمام يعني والله لو كان بدونا معلم كان بلوز. بس anyway قناع وهذا شباب قناع يعني شكل جديد اوكي يا اخي قناع بحسسك طول بالك خلينا نشيل الشعارات نحط شوف الشعارات شباب على القناع كيف يكون على غير شعر كيف يكون وضع وال بلوز اوكي بلوز اوكي هذا هو جسم حبايبنا مثل ما انتم شايفين بنفس الوقت يا بوي والبنطال وهذا والحذاء الجميل يا اخي حسسك بالمقاتلين تبع الحديدات هذول يا اخي حبيبي والله.
اوكي شباب، لا رح ندخل شباب بالتدريب مثل ما انتم شايفين، وتدريب يا اخي قصدي بالروم، عملنا روم شباب، رح نجرب شو وضع الثلج شباب، لانه هاي الشخصيه شباب الشيء المهم فيها حبايبي الثلج. تركت لكم على الزاويه على اليمين شباب الميزات تبعت الشخصيه، بس ولكن شباب ضفت شيء اسطوري في هالشخصيه، ركز معي كيف، اللي هي معلم تفرجوا معلم، رح افرجيكم شباب، طلعوا لي تحت لهون معلم، ضفت حبايبي المرافق اللي بيزيد الثلج يعني قوه الثلج تاعك. اوكي سو حبايبنا، لا ندخل جرب معلمنا نشوف مع بعضنا يا ستي، ليتس جو، نعمل هيك نشوف وين عصفور موجود. عصفور وينه؟ اوكي ما نطول على المعلم، هاي هون معلم جنو قبل تسكر الزون. سو حبايبنا الان طبعا شباب رح نخلي عصفور يكسر ترجتنا اللي هي هون معلمنا، نحط لك اضافه معلم، رح نخلي نشوف شو راح يصير. تو ناخذ متاع وقف هون، رح نشوف معلم شو راح يصير. هات لشوف، يلا روح اضرب واحد، شوف فين، ركز، شوف شو لا 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 لك شو لك لك ثواني ثواني سيف، لا لا مش طبيعي مو طبيعي، انا طول 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 شوف اعمل هيك، شوف يعني شوف اضرب عصفور، شوف ول يا اخي، الثلج الثلج ما بتتكسر يا اخي، وات ذا هيل، الثلج ما بتتكسر شباب، فرج معي كيف، ويلي 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 الثلج ما بتتكسر يا الله شباب، شوف الثلج معلم يا اخي، الشخصيه معلم بتخليك ثلجتك معلم بتخليك ابديه معلم، ما بتطلع معلم، شوف طبعا اوكي يلا اضرب فرج ركبنا طبعا طبعا ترشتي ركب ما بتكسر طبعا ترشتي شباب، اقسم بالله مو طبيعي يا لطيف شباب، والله الشخصيه راح تكون عن جد راح تخليك معلم، اصبر معلم شوف تقعد ورا الثلج معلم، يعني جماعه اللي بيلعبوا بيناموا ورا الثلج شباب، اضرب اشوف اضرب شوف 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 الله شوف فرج يا لطيف شباب، والله ما توقعت لهالدرجه شباب، هيك يعني وين وين فرج يا اخي، ما تتكسر ما تتكسر، سوي شباب نحط التور بلاك فيرست بلاد، لا شباب عشان عملت هالشيء شباب عشان نرجع ندخل هيك بشكل سريع ونرجع نجرب اكثر واكثر، هات لشوف شباب نرجع لاول جديد عشان نجي لهون. صراحه شباب ما توقعت بدنا خلينا ناخذ نفس، انا رح ناخذ نفس السلاح عصفور شباب، ناخذ نفس الشيء، ناخذ كل شيء نفس الشيء عشان نجرب الامر بلوز اكثر واكثر. هلا شباب هالمره شباب رح نخلي عصفور يحط ثلج اوكي، ونجرب انا اضرب الثلج شباب، لانه مثل ما انتم شايفين شباب هون عند يعني لما انا هو يحط ثلج انا احط، هو يحط ثلج معلم، فهمت علي كيف؟ خلص فهمت علي، رح نشوفه معلم، شوف العكس تركب على زي وانا رح تفهموا علي، هات لشوف اوكي طبعا حاطط اين، لنشوف كم طلقه رح يكفي ليمشي الحال، خلينا نصبر شوي هون اوكي شباب، لان عصفور حطنا التلج، خلينا نضرب التلج ونشوف كم رح تكلف معنا، واحد اثنين ثلاثة اوكي كان معنا 40 استعملنا صاروا 26، خلينا نحط التلج الثاني على عصفور، حط التلجتي انا اشوف، حط التلجتي على التلج انا اول شيء، حط التلج وشوف من بعد وين يصير، حط التلج على عصفور اوكي، حطنا التلج معلم ونشوف شو رح يصير هون ولهذا ونفس الشيء تقريبا اوكي شباب، خلينا نجرب شباب مع الجروزه شباب، نرجع عندنا 42 طلقه كم صار معلم اوكي، استعمل تقريبا 26، هذا هو نفس الشيء تقريبا، خلينا نشوف اضربها حتى ترجع عصفور مره ثانيه حتى نشوف اوكي 26 اوكي تمام شباب، لازم شباب نطلع ونشوف نحط شيء للشخصيه، نشوف كم راح كم رصاصه راح يكلف شباب، يعني فهمت علي، يعني شيل الشخصيه ونجرب كم رصاصه يلزم حتى يتكسر الثلج، يلا اوكي شباب انا راح نجرب شباب، انا الان شلت الشخصيه هذيك شباب اوكي، وجبنا من العاده هذا، شوف كم راح يكلف، طبعا انا كنت عم بحط ثلجات هون معلم اوكي، هذا الثلج بس انا ما حط ثلج اوكي تقريبا شباب لاحظتوا معي كيف طورت كثير، كان 40 هذيك كان باقي معنا 26 ولا 27، المهم حط رجع صور ثاني نجرب نشوف كم راح يحطوا عليه، هذا هو شباب الثلجات طورت اكثر، يعني شباب فرقت خلينا نقول ثلاث اربع طلقات اوكي، الصراحه يعني اتس كول يعني شباب، يعني مش كمان شيء حلو، فهمتوا علي كيف؟ سو باختصار شباب خلينا نلخص نعمل لكم تلخيص لهذه الشخصيه شباب ونفرجيكم، شوفي شوفي ما في معلم الان شباب راح نجرب الان سكايلر معلم، بعرف كثير منكم عم بفكروا بهذا الامر، ليتس جو معلم، خلينا نحط الثلج معلم هون اوكي، نحط الثلج شباب طول بالك نجي لهون نحط الثلج هون شباب، نشوف معلم هل سكايلر توقف، نحط الثلج هون طول بالك طول بالك، نحط واحد هيك ونحط واحد هيك، هات لنشوف يلا خلينا نشوف عصفور راح نجرب سكايلر عليها معلم، شو راح يصير معنا، ليتس جو هات نشوف اوكي حبيبي والله لا يقهر سكايلر معلم
اوكي شباب، لا شباب رح نجرب شيء ثاني شباب، نحط الثلجات ورا بعض معلم. هل يا ترى سكايلر رح يدمر الثلجات ولا لا؟ اوكي خلينا نبلش معلم ندرب. ليتس جو طيري. سكايلر شباب يعني ميزة الثلج شباب يعني حبيبي والله. اوكي بس ولكن شباب حابين نفرج نفس الوقت نفرجيكم هذا الشيء حبايبي. ليتس جو. اول شيء مستوى شو حبيبي والله حبك على السبور. سو حبايبنا باختصار شباب هذه الشخصيه شباب يعني شفتوا بعينكم يعني الصراحه شيء واو تمام. يعني شفتوا شباب من شوي لما حطينا الثلج شباب انه ما كانت تدمر، ما كانت تدمر شباب الثلج تبعيتك معلم. ركزوا معي كيف شباب هو شو مكتوب عنا يعني شباب هيك حطيت لكم. ركزوا معي كيف حبايبنا انه يعني ثلجتك خلص يعني رح تكون كل ثانيه يعني رح يزيد لها المتانة تبعيتها يعني معلم يعني مو معقول انها تتدمر. ومع ذلك شباب نحط شخصيه المرافق اللي بيزيد هذا يعني اللي ضفت ضيف 100 شباب للثلجتك خلص معلم ثلجتك معلم ما تتكسر ابدا. بعد هذه الشخصيه الثلج رح ما تتكسر عندك ابدا ابدا يا ساتير. سو حبايبنا الكرام هيك بكون انتهى مقطع اليوم يا ساتير. ان شاء الله عجبكم المقطع وان شاء الله استفدتوا معنا بهذا المقطع يا ساتير. بتمنى لكم يومكم سعيد ولا تنسوا شباب ان شاء الله بعد المقطع شباب رح نعمل سحب على الاخر يعني بعد شوف المقطع رح نعمل سحب شباب الاخير للحرق المتجر وان شاء الله بنزل لكم مقطع بعد هذا المقطع باذن الله تعالى يا اساطير. اوكي يا اساطير سو لا تنسوا المسابقه على الانستغرام حبايبنا الله يسعدكم. رابط الانستغرام هذا وراح تكون تحت بالوصف. اوكي هذا يا حبايبنا موفقين الجميع كل يلحق حاله شباب ان شاء الله رح نعمل سحب بعد هذا المقطع باذن الله تعالى. نشوفكم على خير. سلام عليكم. شخصيه بلوس.